اهلا بحضراتكم من جديد، متواصلين مع بعضمه لسانه، وزي ما قلت لكم لو دي مستفزه يبقى ده اسمه ايه؟ يعني في حاجات لما بتتعرض يقول لك اصل دي مستفزه. طب لو اعتبرنا انه نظره حسام البدري كانت مستفزه، وشقطه مصطفى محمد لنفس الحكم كانت ايه؟ دي مستفزه ودي ايه؟ تعليقات المسؤولين، يطلع اي حد من الاهلي يتكلم كلمه لا اصله استفز مشاعر الجماهير، وتبدا تسمع كلمه التراشق، مع انه حتى لعيبه النادي الاهلي سواء القدامى او الحاليين نادرا لما بتسمع منهم خطا، ونادرا لما تسمع من اي حد منهم اساءه لنادي الزمالك او لاي نادي. هو بيتكلم عن النادي الاهلي، بيتكلم عن حبه للنادي الاهلي، بيتكلم عن احترامه لقيم النادي الاهلي. تزعل اي حد تاني ليه؟ ليه الناس بتتضايق لما يطلع لعيب قديم من النادي الاهلي يتكلم كويس قوي على ناديه؟ يتكلم لانه ما شافش الا كل حاجه كويسه، خد فلوسه بعد ما مشي، خد مستحقاته وهو بيلعب في نادي تاني زي ما معتز زينو قال. كل ده بيحصل من لعيبه النادي الاهلي الحاليين والقدام، ما بتسمعش منهم ابدا اساءه للنادي الاخر. لكن بيضايقك قوي انه يطلع يقول كلام حلو قوي عن النادي الاهلي. ليه؟ ما كله يتكلم عن ناديه بشكل كويس ويحترم الاخر. لكن حتى في ذكر الاستفزاز بقى والكلام اللي بصراحه يستفز قوي، في اجازه اصدقاء كبار مع بعض بيقضوا اجازه مع بعض، كباتن الكبار الكابتن حسن حمدي، الدكتور حسن مصطفى، الكابتن محمود الخطيب، والمهندس فرج عامر، بيقضوا اجازه مع بعض، خرجوا للصيد، اصطادوا سمكه، في حاجه في كده؟ اصطادوا سمكه حد؟ زعلوا حد؟ عدوا المياه الاقليميه لاي حد؟ اصدقاء، بقول لكم اصدقاء مع بعض. انا لو مجموعه اصحاب خرجنا نعمل اي مشوار مع بعض، ده ضد اي حد في ايه؟ ده مستفز لاي حد ازاي؟ ليه انا بفسر ده بالشكل اللي انا عايز اقف في مدرج الجماهير وبان ان انا قوي ضد دول؟ واحد بقيمه الكابتن احمد سليمان، مدرب منتخب مصر لحراس المرمى لسنوات طويله، وكان مرشح رئيس نادي الزمالك، يعني الراجل طرح نفسه انه يبقى رئيس نادي وانه كمان يبقى عضو في مجلس النواب، عضو في مجلس النواب، ترشح ولم يوفق. لكن لما زميل اسلام صادق برضه تعمد يجيب له الصوره، صوره الاصدقاء الكبار الاربعه ومعاهم سمكه، نشوف ايه اللي فيها استفز احمد سليمان. صوره تداولت على صفحه المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه للكابتن محمود خطيب طبعا، والكابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي الاسبق، وال الدكتور حسن مصطفى طبعا، وهم بيهتدوا او كانوا بيصطادوا سمك، او يمكن المهندس فرج عامر نشرها على صفحته الخاصه، الخطيب وحسن مصطفى وحسن حمدي. يعني هل ليك تعليق عليها يا كابتن؟ هي صوره يعتبر مستفزه لجماهير الزمالك. ليه مستفز؟ لان اسم المجموعه بتتردد ان هم مع صراع مع نادي الزمالك. وهم ليه؟ انا النهارده بيبان ان انا صراع مع انا واسلام بنتفق على نادي الزمالك، اما اظهر انا وانت مع بعض يبقى بنصير نادي الزمالك. ليه هم على فكره معروف ان هم اصحاب، هم اصحاب يعني هم دي اصحاب يعني في ممكن اظهر حاجه تراعي شعور الناس. القصه الثانيه هم نفس المجموعه اللي ظهرت في محمد صلاح. علاقه شخصيه بحفله، ثواني بس ابنها تقعد تقاطعني بس ابنها. طب بس الدكتور حسن مصطفى انا كنت هناك ما كانش موجود. اي ده الوحيد اللي ولا فرج عامر. ماشي يعني بس في يعني فرج عامر يعني. الكاس العالم اليد برضو نفس القصه، واخد بال حضرتك؟ احنا مش عايزين العلاقه الشخصيه تظهر والعمل العام يظهر. لا، العلاقه الشخصيه دي خليها على جنب، عدم اظهارها للراي العام، واخد بال حضرتك؟ لانها طبعا النهارده مسار تعريض من الزملكاويه يعني.
أيوة مع احترامي ليهم والناس كلها بس ما هم يعني رموز في النهايه ومن حقهم ان هم يمارسوا حياتهم الطبيعيه العاديه. لا اقول لك حاجه واحده، كان في احنا في كوره انت عارف كان في بعض الجروبات كان ليها دور في الاداره، زي الناس دلوقتي بتفكر في نادي طالع جديد بيديروا الرياضه واخد بال حضرتك، ما دور ده هيبقى ليهم دور يعني واخد بال حضرتك. لا العمل العام بقى في ناس مسؤوله في البلد، ما فيش حاجه اسمها شلاليه في الرياضه، في حاجه قوانين وقواعد تنظم العمل الرياضي. الكلام ده بجد، الكلام ده بجد. في واحد استفزته صوره فيها اربع اصدقاء، قولوا لي هو الراجل قال اصل دي مستفزه لجمهور نادي الزمالك. ليه مطلوب مني ان انا استاذن سيادتك قبل ما اتصور مع اصحابي؟ اصدقاء كبار مع بعض، يقول لك اصل دول اللي كانوا في حفله محمد صلاح. طب وليكن، انت مالك؟ ايه اللي فيها؟ ليه اعتبرت ان هم في اجازه مع بعض فدول شلاليه ضد نادي الزمالك؟ نادي الزمالك محترم وكبير، بس ما هو الكابتن حسن حمدي ما اجتمعش مع الدكتور حسن مصطفى الا الايام دي؟ ده اصدقاء عمر. كابتن الخطيب مع الدكتور حسن والكابتن حسن، المهندس فرج عمرو هو صديق عزيز ليهم جدا، مطلوب منهم عشان يطلعوا اجازه يستاذنوا من سيادتك عشان ما تبقاش الصوره مستفزه؟ مطلوب ان هم ما يقضوش حياتهم الخاصه باي شكل عشان انت ما تفهمش ان فيها استفزاز ليك؟ يقول لك لا اصل في فرق بين العمل الخاص والعمل العام. ايه علاقه العمل الخاص والعمل العام؟ الدكتور حسن مصطفى ده رئيس الاتحاد الدولي في اجازته، كابتن خطيب رئيس النادي الاهلي، كابتن المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه، والكابتن حسن حمد الراجل اعتزل للعمل الرياضي العام. ليه نصدر الانطباع ده للجمهور؟ ليه علشان انا احاول اقرب من الجمهور فامشي في نفس الوتيره اللي غيري ماشي فيها واللي غيري بي 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 بيرفض ان الناس تبقى علاقتها كويسه مع بعض؟ قول لي تفسير انه ان دي غلط او ان دي مستفزه او ان دي تتعرض، او ان انا اقول للجمهور الناس دول اذا التقوا يبقى ضد نادي الزمالك. ليه مطلوب مني ان انا استاذن فعلا قبل ما اقابل اصحابي عشان سيادتك ما تستفزش؟ طرح غريب وعجيب جدا بجد، غريب وما ينفعش يطلع من حد رياضي زي الكابتن احمد سليمان. اذا كان الجمهور بتاع الجروبات اللي هو بيقول عليها دي حاجه، ده جمهور. انت كراجل رياضي، هو انت لو اتقابلت انت والكابتن حسن شحاته والكابتن اسماعيل يوسف كنتوا في جهاز واحد لفترات طويله مثلا في منتخب الشباب، وبعد كده انت كملت مع الكابتن حسن ومعاكم الكابتن حماده صيدي والكابتن شوقي غريب، لو اتقابلتوا وخرجتوا واصطدت يا سيدي فرخه ولا ديك، حد هيقول لك انت كده بتستفز جمهور الاهلي؟ ليه؟ ليه ان انا اصدر للجمهور هذه الانطباعات السلبيه عشان الناس تطلع تشتم؟ ما انا بقول لكم احنا بنقدم لجمهور السوشيال ميديا الطبخه السوداء دي بكل ما فيها من توتر، بكل ما فيها من اساءات، بكل ما فيها من مشاعر سلبيه، ونبدا نلوم الشباب الصغير اللي نبيل عمر قال لك مين افسدهم؟ افسدتهم مثل هذه السلوكيات وهذه الانطباعات. لكن بالرغم من ده في ناس كبار بتحاول تلم، في ناس كبار بيحاولوا يجمعوا الرموز الرياضيه مع بعضيها. كابتن مروان كنفاني حارس مرمى الاهلي في الستينات، واحد من نجوم الكرة الفلسطينية، رجل فلسطيني كان المستشار السياسي لياسر عرفات، لكن دايما وابدا في اقامته في مصر حريص على التواصل مع نجوم الكرة المصرية كلهم، لمة الكبار بقى قبل الاهلي والزمالك حرص عليها كابتن مروان كنفاني في بيته ودعا اصدقاء العمر. بصوا الكابتن طه اسماعيل والكابتن احمد مصطفى والكابتن محمود ابو رجيله وسمير محمد علي نجوم نادي الزمالك، من الاهلي كان الدكتور طه اسماعيل والكابتن طه الطوخي والكابتن شوقي عبد الشافي والكابتن فتحي مبروك، حضر كمان مصطفى رياض ومحمود حسن نجوم الترسانه والسيد محمد السيد زقلط لاعب طنطا القديم لو فاكرينه، والكابتن شحته الاسكندراني. كل دول كانوا في لمه الكبار، في لمه الكبار اللي جمعهم مروان كنفاني. شوف الدكتور طه اسماعيل مع الكابتن محمود ابو رجيله، هي دي الروح. لكن بمناسبه حتى هذه الروح
المهندس فرج عامر استفز جدا ان الناس تزعل انه نشر على صفحته صوره لاصدقائه. فرد المهندس فرج عامر، نشوف كان تفسيره ايه. باشمهندس خليني اقول لك، يعني دائما كل واحد ليه حياته الشخصيه، لكن صوره نزلت على السوشيال ميديا اثارت ضجه كبيره جدا في وجود كابتن محمود الخطيب، وجود ايه الضجه؟ ايه الضجه؟ اصل اولا دي بعد اذنك دي حاجه شخصيه. انا اتفاجئت بحاجات غريبه جدا. ايه بقى يا باشمهندس؟ وحاجات يعني مضحكه. يعني بعد اذنك انت عايز تحاسب ناس على تصرف شخصي؟ اولا دي احنا طبعا كنا بنحتفل بالدكتور حسن مصطفى، طبعا ده شيء طبيعي، الناس اصدقاء تلتقي مع بعض بتقضي وقت ظريف جدا خارج العمل، لان انت بتقضي اجازه مثلا يوم او يومين. الدكتور حسن مصطفى طبعا ده راجل عالمي موجود، فطبعا هو الصديق الصدوق للكابتن حسن حمدي وللكابتن محمود الخطيب وطبعا الحاج جمال الجرحي طبعا، وطبعا انا بتشرف بصداقتهم واحنا باستمرار نلتقي دائما، ودايما يعني بيحصل لقاءات باستمرار. فده مش حاجه غريبه. وبعدين احنا طالعين رحله صيد، الناس كلها بتطلع رحلات صيد، وتصرف جميل قوي وحاجه جميله، حتى الشباب اللي يشوف كده يبقى عارف ان احنا بنقضي الوقت في شيء جميل. فبعد اذنك دي حاجه ملهاش علاقه. انا معاك ان هي حاجه شخصيه، لكن هي ممكن جمهور الزمالك يعني. لا يا بيه بالعكس، جمهور هو مين يكره الزمالك؟ هو يعني مين يكره الزمالك ولا مين يحب للزمالك حاجه وحشه؟ مفيش حد في الدنيا يحب للزمالك حاجه. اولا انا من اكتر الناس اللي خدمت الزمالك في التاريخ، لان انا اكتر واحد اديت للزمالك اكتر لاعبين مميزين اديتهم للزمالك اكتر من لما اديت للاهلي بكتير جدا. فيعني احنا ما فيش حد ضد الزمالك ولا في حد بيربط احداث باحداث. يعني هو دلوقتي افرض الزمالك عنده مشكله، نقعد في البيت جوه صندوق ما نتحركش؟ طيب انا الحقيقه مستغرب انه الكابتن محمد فاروق نجم النادي الاهلي ومهاجمه السابق هو اللي يطرح السؤال ده ويقول له اصل اثارت ضجه، اصل ممكن مستفزه لجمهور الزمالك، هو نفسه مش قادر يقدم تفسير لده. المهندس فرج عامر قال له مستفزه في ايه؟ مستفزه في ايه؟ هو انتوا ليه عايزين تحركوا الجمهور ناحيه الحاجات الوحشه؟ هو لو محمد فاروق ده اتقابل هو واحمد بلال وابراهيم سعيد ونجوم نادي الزمالك او اي لاعبين ومارسوا حياتهم الخاصه، مطلوب منه يستاذن من حد عشان ما يستفزش حد؟ ايه اللي فيها عشان تعملوا منها قصه وحدوته وروايه والكلام وابدا؟ ولا انتم متضايقين ان السمكه كبيره شويه ولا ايه؟ ليه وبعض يقول تفسير والتاني يقول تعليق ليه؟ يعني هل وصلنا لمرحله ان احنا نحجر على رموزنا الرياضيه في حياتهم الخاصه زي ما المهندس فرج عامر قال؟ يا جماعه الاعلام ممكن يقدم حاجات تانية كبيره جدا ترشد سلوك الجمهور وتاخد بايد الناس بعيدا عن هذه المناطق، زي ما الاستاذ سعيد وهبه قال وطرح مبادرته اللي نتمنى ان هي تلقى فعلا اهتماما من قبل الدكتور اشرف صبحي، علشان نكون جادين شويه في رعايه الروح الرياضيه، لانه فعلا احنا في مناسبه تاريخيه محتاجين نستغلها بشكل ايجابي جيد. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في الثامنة مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.